السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهاردة هنحل من بيج 71 إلى بيج 69 في الهوم. بس قبل ما نحل أنا عايز بس أراجع معاكم حاجة بسيطة في الملزمة، ملزمة الشرح. لو فتحتوا معايا بيج 64 فدي فيها سامري للرولز اللي احنا قلناها في آخر حصة لليسون 4. بص كده معايا يا شباب، دلوقتي في حاجة اسمها فولتج ديفايدر، زي ما في كارنت ديفايدر في فولتج ديفايدر. اسمعي كده، الفولتج ديفايدر دوت موجود امتى؟ في السيريز بس. يعني ايه؟ يعني الفات مش هتتقسم غير في السيريز V1 و V2 و V3، صح؟ وده ايه؟ ده اسمه في ايكويفالنت، او ممكن نعتبره في توتال، يعني اللي هو السمشن بتاعه. طبعا الاي في السيريز بتكون ايه؟ بتكون ثابته كونستنت. فالاي طالما كونستنت في السيريز فال V هتكون دايركت مع ال R. يعني ايه ال V تكون دايركت مع ال R؟ يعني انزلوا ال I ثابته فال V دايركت مع ال R. حلو الكلام، حلو الكلام. طب حضرته عايز ايه؟ عايز منك اول حاجه ال V1. ماله بقى ال V1 حضرتك؟ انا عايز احسب ال V في كل ريزيستنس. عايز نحسب ال V في كل ريزيستنس. بص انا قلت لك ايه، ال V دايركت مع مين؟ مع ال R. انت عايز V1 هتكتب قصادها R1 على طول. طب انا عايز V2 هكتب قصادها R2. طب انا عايز V3 هكتب قصادها R3. ما هي ال V دايركت مع ال R. حلو. طب وبعدين بعد كده هتقسم على مجموع الارات الموجوده عندك في السيركت وتضرب الكلام ده في ال V توتال اللي هي ال V بتاعت السيركت كلها. وال V توتال دوت لا اما بيكون جيفن، لا اما في الغالب بيكون ال V تيرمينال بتاع الباتري اللي هو الزقه اللي بره، اللي هو ال V اوت اللي هو بيتجمع من V بي ماينس في الغالب. طيب ده بالنسبه للفولتج ديفايدر. طب بالنسبه للكرنت ديفايدر بقى، افكركم بس، بالنسبه للكرنت ديفايدر لو كان عندي اثنين ريزيستورز اونلي، فانا مثلا عايز اجيب اي 1 وعايز اجيب الفاليو بتاع اي 2. طب اي 1 ماشيه فين؟ ماشيه في الار. خلي بالك بقى، في البارلل الفولت بيكون كونستنت، الفولت هو اللي كونستنت، فالاي عكس الار بس كده. عشان كده الاي اللي انا عايزها هكتب الار العكسيه، يعني انا عايز اي 1 هكتب ار 2. طب انا عايز اي 2 اروح كاتب ار 1، بكتب الار العكسيه عكس اللي انا عايزه في الار على مجموع الارات اللي هم هيبقوا 2. في الكلام ده مضروب في مين؟ في الاي توتال اللي داخل عليهم. يعني بص كده، فرقوا بين الكرنت ديفايدر والفولتج ديفايدر. الفولتج ديفايدر بنضرب في الفي توتال وبنقسم على مجموع الارات برضه. في الكرنت ديفايدر بنضرب في الاي توتال عشان اسمها كارنت، سبحان الله، ماشي، وبنقسم على مجموع الارات. بس خد بالك، في الكارنت ديفايدر الاي اللي انا عايزها بكتب الار اللي عكسها، عايز اي 1 اكتب ار 2، عايز اي 2 اكتب ار 1. لكن في الفولتج ديفايدر عايز اي فولت بتكتب الار اللي قصادها على طول. يعني الفولت الفي 1 ده ماسك مين؟ ماسك ار 1، هكتب في 1 ايكوال ار 1، يبقى الفي 2 ايكوال ار 2، يبقى الفي 3 ايكوال ار 3، الفي اللي قصاد الار بتاعته عادي جدا على مجموع الارات في الفي اللي داخل عليه. دي كانت حته بس مهمه كنت عايز اراجعها قبل ما اخش في الهوم. تعالوا بقى نخش في الهوم. طبعا يعني انتوا عارفين لو طبعا اكتر من اتنين ريزيستنس، عندي ثلاثه ريزيستنس، فاتفقنا نجيب الفي ونرجع بيه. فاحنا هنجيب الفي اللي هو الفي توتال اللي ماسكهم كلهم اللي هو الاي توتال في الار ايكويفالنت، وبعد ما نجيبه نروح جايبين اي اي في على ار 1 في على ار 2 في على ار 3، ان الفي ثابته. اوكي طيب، تعالوا بقى نرجع للهوم ورك بتاعنا. نبدأ كده بنمبر 1 في الهوم. حضرته بيقول لي ايه؟ Find the current intensity in each resistance in the following circuit. طيب عظيم. دلوقتي انا معايا ايه الجيفن؟ انت هنا خلي بالك مهارتك في المسائل بتعتمد على الجيفن اللي في المسائل. اوكي؟ طب انت ايه الجيفن اللي معاك؟ حضرتك معاك ال VB. انت حضرتك معاك ال VB، معاك الانترنال، معاك شوية الارات اللي قدامك دول. ماشي. طب وبعدين تعال بقى نكمل. انت دلوقتي عشان تجيب الاي لازم تجيب اي توتال ده اولا. طيب انا عشان اجيب اي توتال، الاي توتال بتساوي ايه؟ بتساوي الفي بي على الار ايكويفالنت بلس الانترنال. طب انا معايا ايه؟ معايا الفي بي ب 12. طب معايا الار ايكويفالنت، ما تحسبها، انت قدامك السته والثلاثه دول نفس الستارت ونفس الاند يبقوا بارلل. طب الستة وثلاثة دول يتحسبوا ازاي؟ ستة في ثلاثة على ستة زائد ثلاثة.
البرودكت على الصم، طب ده يديني كام؟ يديني 2. 2. طب التول اللي تطلع منهم دي هتبقى سيريس مع ال1، يعني الايكوفلنت هيكون 3، لان الايكوفلنت في السيريس بلس بلس الانترنال اللي هي برضه 1، يعني كانك بتقسم 12 على كام؟ على 4، يعني الاي توتال تطلع ببساطه ب 3. بشوف اول خطوه عملناها جبنا الايكوفلنت، بعد كده نجيب اي توتال ونكمل عادي. طيب ال 3 امبير بقى ديت، يبقى انا كده فهمت ان في 3 امبير داخلين يتقسموا، داخلين يتقسموا. يبقى اول كارنت عندك هو الاي 1، يبقى الاي 1 اوم خدت 3 امبير. طيب بالنسبه للقطه الثانيه بقى، هنقسم ال 3 امبير ازاي؟ اسالك سؤال، هو والله ال 3 امبير ده هيتقسم على 2 ولا 3؟ على 2. طب ما تطبق الرول، اعتبر انا دلوقتي عايز الاي اللي ماشي في 6 اوم، يبقى نعمل فراكشن مالتبلاي. طالما انا عايز اي يبقى كارنت فاينل، يبقى فوق هيكون ايه؟ ال 6. لا قصادها بقى الار العكسيه، يعني انا عايز اجيب الاي اللي ماشي في 6 اكتب الار 3 على مجموعهم هم الاثنين 3 زائد 6 في الاي اللي داخل عليهم اللي هي 3 امبير. الليله دي كلها تديني كام؟ تديني 1 امبير. فانا عرفت ان فوق في 1 امبير، يبقى تحت في كام؟ الباقي من الثلاثه 2. خلصت. يبقى كده التشويس بتاعنا يبقى 3 1 2 تشويس. المسألة بسيطة مفيش مشكلة. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده، نمبر 2. نمبر 2 نفس الفكرة، بيقول لي هنا ايه بقى؟ هات البوتنشال ديفرنس اكروس ال 17 اوم. فين البوتنشال ديفرنس ده؟ فين ال 17 اوم الاول؟ اهي هنروح احنا موصلين من عندنا يا جماعة بوتنشال، يعني هنوصل احنا فولتميتر من عندنا. فولتميتر زي ما قلنا قبل كده ان هو جهاز بيتوصل من بره السيركت. وصلت انا في خلاص، الفي ديت هي اللي ماسكه ال 17 ماشي يا عم. وبعدين حضرتك انا عايز الفي دي بكام؟ جيفن ذات ذا انسر تو ذا اسمه، يعني بيقول لك قرب لي الانسر بعد اذنك. طيب انا عشان اجيب اي في، فالفي بتساوي اي ار، يعني انا محتاج اجيب الاي اللي ماشي هنا نسميها اي 1 مثلا، نسمي اللي قصادها اي 2. طيب انا عايز اجيب اي 1 عشان لما اضرب الاي 1 في ال 17 جبت مين؟ جبت الفي. يبقى مبدئيا الفي بتساوي الاي 1 مالتبلاي 17، يبقى الهدف بتاعي انا لازم اجيب اي 1. طب ما انا عشان اجيب اي 1، لو انا قدرت اجيب الاي توتال اللي هي داخله تتقسم عليهم، انا كده قربت الطريق شويه. طيب ما انا برضو عشان اجيب الاي توتال لازم اجيب الار ايكويفلنت. طب الار ايكويفلنت ال 11 وال 17 دول ايه؟ دول بارل حضرتك، واللي هيطلع السيريس مع ال 12 السيريس مع ال 14. يبقى من حقك على طول تقول ان 11 باي 17 برودكت على الصم على 11 بلس 17، الكلام ده هنزود عليه 12 وهنزود عليه 14 عشان دول هيبقوا سيريز. ونحسب يا باشا الحسبه دي، 11 في 17 على 11 بلس 17، واللي هيطلع نزود عليه 12 ونزود عليه 14، ده يديك على طول 32.6. ماشي، دي كده اوم، دي الار ايكويفلنت. طيب حضرتك بقى هتجيب الاي توتال، فالاي توتال تبقى عباره عن ايه؟ الفي بي اللي هي 45 قدامك اهي، ده الرقم الموجود على البطاريه، على الار ايكويفلنت اللي هي 32.6 بلس الانترنال. طب ما جابش سيرتها الانترنال، يبقى تحطها انت بزيرو، يبقى 45 على 32.6 يطلع الاي توتال 1.38 امبير. يبقى ال 1.38 دي الكرنت اللي داخل يتقسم. حلو، سؤال بقى، الفولت اللي هو عايزه مش هو نفس الفولت اللي ماسك ال 17 هو نفس الفولت اللي ماسك ال 11؟ ده حقيقي، يعني هي في واحده. طب ما انا ممكن اجيب الفولت ده من الاي توتال داخل عليهم في الار بتاعتهم هما الاثنين. يعني ايه؟ يعني الفولت اللي هو اللي هو ممسوك ده ماسك ال 11 وال 17 اتجاب من هنا اي توتال في الار بتاعت البرانش بتاعه. يعني ايه ار برانش؟ يعني انا بتكلم على الار ايكوفلنت ال 11 وال 17 بس. يبقى الاي توتال اللي هي هتكون 1.38 في 11 مالتبلاي 17 على 11 بلس ال 17. الليله دي كلها تحسب لك الفي اللي هو عايزه 1.38 في 11 باي 17 على 11 بلس ال 17، ده يدينا كام؟ ده يدينا 9.2، 9.21 فولت. طب هو ده اللي هو عايزه؟ اه بس كده خلاص، يبقى هي تشويس سي.
يا خد بالك بس، طب انت ليه يا مستر قلت لنا في بدايه المساله انا ممكن اجيب الاي 1 واضربها 17؟ ما هو صح، ممكن تجيب اي 2 وتضربها في ال 11، وممكن تجيبها من اي توتال في الار البرانش اللي هو ايه، الفولت اللي ماسك البرانش ده، او الفولت اللي ماسك مجموعه الاراضي. طيب خلصنا كده من نمبر 2. بعد كده نمبر 3 في نفس البيج دلوقتي بيقول لك ان اوبسيت سيركت عايز الكرنت انتنسيتي اللي ماشي في الاي والبي. طيب الموضوع برضو بسيط. بص حضرتك دلوقتي عايز الاي اللي ماشي هنا والاي اللي ماشي هنا. طيب برضو انا معايا الفي بي، معايا شويه اراد، فكالعاده برضو هجيب اي توتال نفس الحدوته. حضرتك هتجيب اي ايكويفالنت، وبعدين هتجيب اي توتال، والاي توتال اللي انت هتجيبها دي هتقسمها على ال 3 وال 6، ودول اتنين فتطبق نفس قانون اول مساله. يعني بصراحه هي نفس الفكره، نفس فكره المسائل اللي فوق، فمش مستاهل. طيب خش على اللي بعدك، هي نفس الفكره. هنا بيقول لك if the meter if the reading of a meter equals 3 ampere عايز ال value of VB. ده سؤال كويس. بيقول لك لو الاميتر بيقرا 3 امبير، يعني ايه بيقرا؟ والاميتر ده فين؟ جنب البطاريه؟ لا، ده في برانش. فالاي اللي طالعه من الباتري هتتقسم، الاي بقى اللي ماشيه هناك دي هي دي ال 3 امبير اللي ماشيه في البرانش ده، فهو عايز يعرف الفي بي بكام. طب الموضوع سهل. دلوقتي انا برضو كاني هجيب ار ايكوفلنت وابسط السيركت. يعني انا عندي، انا شايف ان ال 3 وال 1 دول ايه؟ دول سيريس. طيب نكمل كده نمبر 4. بيقول لك هنا خلاص الاميتر دوت داخل فيه 3 امبير، فعايز منك الفي بي بكام. طيب احنا كده هنرجع لورا، يعني احنا بدل ما كنا بنجيب الاي توتال والار ايكويفالنت نرجع لورا بقى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الاي في برانش، فانت اول حاجه حضرتك هتعملها هتروح مبسط السيركت اللي قدامك ديت ايا كان شكلها. روح مبسط انت السيركت. ازاي تبسطها؟ حضرتك انت شايف ان ال 3 وال 1 دول ايه؟ دول سيريس، يبقى 3 بلس 1 يعني 4. يبقى دلوقتي السيركت بقت عندك 6 اوم، في عندك في النص 12 اوم، في عندك هناك 4 اوم، صح كده؟ صح كده. الفور دي بقى ماشي فيها كارنت بكام؟ ب 3 امبير. وقال كده الاميتر هنا، ودي الباتري خلاص، وتقفلت السيركت. ماشي، ركز كده معايا، مش ال 12 وال 4 دول بارلل؟ صح، يعني الفولت اللي هنا نفس الفولت اللي هنا. يعني ممكن اجيب الاي اللي هنا اقول ايه؟ هقول اي ار ايكوال اي ار، اي في 12 ايكوال ال 3 في ال 4. يبقى كده الاي بكام؟ كده طبعا هتبقى ب 1 امبير. يبقى دي كده الاي اللي ماشيه فين؟ في ال 12. يبقى كده الاي توتال بكام؟ الاي دخلت اتقسمت ل 1 و3، ل 1 و3، يبقى الاي توتال بكام؟ ب 4. بس كده جبت الاي توتال ليه؟ مش عارف اجيب الفي بي. الاي توتال بتساوي الفي بي على الار بلس الار، ده اللي احنا عارفينه. طيب لحد دلوقتي الدنيا حلو، بس البتاع ده ماشي لحد دلوقتي الدنيا تمام على ار بلس الار. طيب ما هو الاي توتال اللي جبتها بكام؟ جبتها ب 4. ال4 دي بتساوي مين؟ بتساوي الفي بي على الار ايكويفالنت اللي قدامك، اللي هي المفروض 12 و4 دول بارل، 12 باي 4 على 12 بلس 4، واللي يطلع هيكون سيريس مع ال 6. كده القانون الوحيد هو مين؟ هو الفي بي. شفت؟ سولف حضرتك هتطلع الفي بي تطلع ب 36، فبقت بسيطه. طيب السؤال اللي بعد كده نمبر 5. نمبر 5 برضه فكرتها بيقول لك تو ريزيستورز اي وبي كونكتد ان بارلل. حلو، فين الرسمه؟ ارسم انت، مش مهم. في عندك اتنين ريزيستورز متوصلين بارلل اي وبي، في كام؟ ما نعرفش لسه. The combination is connected in series to a resistor C. حلو، وعندك 18 فولت باتري نيجليجبل ريزيستنس، وعندك كمان فولت باتري بكام؟ ب 18، ونجلكت الانترنال بزيرو، يعني ال 18 فولت هي اللي هتتقسم على الريزستنات.
ماشي. If the resistance A, B, C, R, 3 و6 و7 ده بيديها اهو، ادي الـ values 3 و6 و7. طب انت عايز ايه؟ قال لك هات الـ equivalent resistance equals كام، وعايز الـ current اللي ماشي في السيركت through each of A and B. ماشي، هات الـ equivalent دي بسيطة، 3 by 6 على 3 plus 6 تطلع لك 2، 2 plus 7 يبقى الـ R equivalent هتطلع ب9. طيب ادي اول حاجه جبنا الار ايكويفالنت. طيب عايز بعد كده الكرنت اللي ماشي في السيركت الاي توتال، طب ما برضه بسيط الاي توتال، بس عاملين نعيد ونزيد، الفي بي على ار بلس الار، الفي بي حضرتك ب18، الار ايكويفالنت بكام؟ لسه قايلين ب9، والانترنال ب0 يبقى 18 على 9، يعني الاي توتال ب2 امبير. بسيطه يا جماعه مش مشكله. طب ال 2 امبير دي بقى حضرتك هتاخدها تقسمها على 3 و6، وزي ما قلنا انت عايزه نكتب عكسه، يعني انا عايز الاي بتاعت ال 3 هتكتب ال 6 على مجموعهم في الاي اللي داخل عليهم اللي هي ال 2 امبير، بس كده. فتقدر كده تجيب الاي اللي ماشي في 3 تطلع 1.33، معاك الاي اللي فوق ومعاك الاي توتال، يبقى ماينس ده من ده، 2 امبير ماينس 1.33 يديك 0.667. بس كده، شكرا. خلص الحاجة، يبقى كده اللي التشويس بتاعنا هيكون سي، بسيطة ما فيهاش مشكلة. ايش نمبر 6؟ نمبر 6 برضه بسيطة، من الأسئلة المشهورة اللي جت في امتحانات زمان، بيقول لك وات از ريدنج اوف A1 و A2؟ فعلى حسب مكانهم والله، الـ A1 موجود فين؟ موجود في المين برانش. يعني ايه مين برانش حضرتك؟ يعني موجود كده في السلكة الأصلية بتاعة الكارت داخل، يعني اي توتال من الآخر. طب والـ A2؟ والـ A2 موجودة بس في الاي اللي ماشية في التن، الاي بس اللي ماشية في التن، نسميها اي 1 مثلا. طيب ايه بقى الفولت اللي مديهوني؟ مديني 20 فولت ومديني ريزيستنس، لما تقسم الفي على الار تجيب الاي اللي ماشية، وانت على 5 تديني 4 امبير. ايه بقى الـ 4 دي؟ الاي توتال. كده جبت الـ A1 ب4، يبقى الـ A1 على طول ب4. طب الفرد هتتقسم على التن وعلى السيرتي بنفس الطريقه، انت عايز الاي 1 تكتب الار اللي قصادها على مجموعهم في الار اللي داخل عليهم اللي هي الفور، فعلى طول ببساطه تطلع ب3، يبقى تشويس ايه؟ انا عمال اعيد وازيد نفس الافكار، هي نفس الرولز. طب ما تيجوا نحل واحده فيها افكار شويه، هنا نفس اللعبة برضو، انت عايز تجيب الاي اللي ماشية في 7 والاي اللي ماشية في 10، وبرضو هتقعد تبسط، هما كلهم نفس الافكار. طب هنا انت عايز هنا تجيب الباور كونسيومد في الريزيستنس 1.5، هو يقصد هنا باور كونسيومد الباور يعني اللي على الريزيستنس عادي، الفكرة الباور عادي بتاع الريزيستنس اللي هو اي باور 2 في ار عادي. يعني ايه؟ يعني حضرتك بعد ما تجيب الاي اللي ماشي هنا تروح مطبق قانون الباور اي سكوير في ال 1.5، برضه نفس الحدوته، هتبسط السيركت ار ايكويفالنت هتجيبها، الثلاثه دول بارل وسيريس مع ديت، وهتجيب بعد كده الاي توتال، بعد ما تجيب الاي توتال تاخدها تقسمها، بس المره دي هتقسمها على الثلاثه. طب ما تيجي نحلها، تعال نحلها وخلاص، تبقى ايه؟ ماشي، تبقى اتحلت. يبقى دلوقتي اول خطوه هنجيب ار ايكويفالنت، ماشي، نجيب ار ايكويفالنت الثلاثه دول بارلل خلاص، واللي هيطلع يبقى سيريس، يبقى نعمل براكت باور نيجاتيف 1 بلس ال 4.25، عملتها مره واحده يا شباب، ماشي، يبقى 1 اوفر 1.5 بلس 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3 خلاص. يبقى احنا بالحسبه دي نقدر نجيب الار ايكويفالنت اللي في السيركت كلها. بلس 1 اوفر 3 براكت باور نيجاتيف 1 نزود عليهم 4.25 دي هتطلع ب5، يبقى جبت ار ايكويفالنت، دي اهم حاجه عندنا تطلع صح. طيب بعد كده نجيب اي توتال اللي هي الفي بي ب15 على ال5 بلس الانترنال 0، يبقى تطلع 3 امبير. يبقى انا كده جبت حضرتك ايه؟ جبت الاي اللي ماشيه في السيركت. طيب الاي دي بقى تتقسم حضرتك، الباتري بتطلع الاي من البوست فيرجن كونفنشنال، الاي دي هتتقسم شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. طب انا عايز احسب كل شويه،
او اللي يهمنا في الموضوع ال 1.5 عشان نقدر نحسب مين، عشان نقدر نحسب الباور. تمام طيب، بس دول ثلاثة يا مستر، فنجيب الفيو ونرجع بيه. فنجيب الاول في توتال اللي هو عبارة عن اي توتال في الار مش ايكويفالنت ار برانش. ليه؟ لان الثلاثة دول ما بيمثلوش الايكويفالنت، لا دول يمثلوا برانش من السيركت. يعني الاي توتال اللي هي 3 في الثلاثة دول بس، 3 بلس 3 باور نيجاتيف 1، يبقى الفي توتال تتحسب بكام؟ يبقى 3 براكت 1 اوفر 1.5 بلس 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3 براكت باور نيجاتيف 1، تطلع معانا 9 على 4 او 2.25 فولت. ده الفي توتال. نرجع بيه بقى، نرجع بيه ازاي نقسمه؟ الاي اللي ماشيه في 1.5 هتبقى الفي توتال 2.25 على الريزيستنس نفسها ال 1.5، فنقسم الفي على الار 2.25 على 1.5 تطلع معانا 1.5 برضه. فالحسبة تدينا 1.5. يبقى كده جبت الاي، نعمل بقى اي باور 2 في ار ونجيب الباور، فيطلع معانا 3.375 وهو ده الباور اللي هو عايزه. يبقى الباور بعد كده 1.5 سكوير ريزيستنس 1.5، فيطلع معانا 3.375. تمام برضه يا جماعة نفس الفكرة هنا. بص مدينا فولت الباتري 12 الانترنال 1، هات الباور ديسيبيشن في 3 بومب، برضه هتجيب الاي اللي ماشية في 3 وبعد كده اي سكوير في ار نفس الحدود. طيب هنا بيقول لك مديك الفي بي ب 12 اهي ويز نو ريزيستنس، عايز ترينج بتاع الاميتر. طب الاميتر مكانه فين؟ مكانه هنا، يعني الاي اللي ماشية ب 4 هي نفس الاي اللي ماشية ب 2، فتبسط الاثنين دول، تبسط ال 2 وال 4 يبقوا سيريس وبعد كده يبقوا بارل مع ال 6، تبسط السيركت خالص وبعدين تجيب ار ايكويفالنت وبعدين اي توتال سو اون. دي مسألة احنا حليناها في الحصة على الطلبات دي. ايه نفس الحدوتة برضو، انا عايز التوتال كارنت ومقسمها لك حتة حتة. برضو هتجيب الاول الار ايكويفالنت، طبعا واضح ان ال 6 وال 3 دول بارل عشان نفس الستارت ونفس الانت، واللي هيطلع من دول يبقى سيريس مع الايت وبعدين بارل مع التن، فجبت كده الار ايكويفالنت. بعد كده الاي توتال بالقانون اللي انت عارفه دي برضه هتعملها بوينت ميثود وتبسطها وتجيب ار ايكويفالنت بعدين الاي توتال. بص كانك بتحل مساله يعني عمال تعيد وتزيد فيها. اوكي طيب هنا مثلا في المساله نمبر 14 مديك شويه ارات، بيقول لك R1 ب 3 وR2 ب 6 وR3 ب 2، بيقول لك ازاي توصلهم مع بعض علشان توصل يوصل ايكوفالنت ب 4. عشان يوصل ايه؟ عشان يوصل ايكوفالنت ب 4. طب ما هو ال3 وال6 وال2 دول عشان يدوني 4، فنقعد نجرب. ممكن نجرب، فنجرب الاول ال6 وال3 بارل واللي يطلع سيريس مع 2 هينفع. 6 و 3 دول هيدوني الايكوفلنت بتاعهم كام؟ هيدوني الايكوفلنت بتاعهم 2، بعدين سيريز مع 2 يبقى 2 بلس 2 4 كده خلصت. بعد كده بيقول لك بقى حطهم لي في بوزيشن اكس، فايند الكرنت انتنسي فولونج ثرو ذا 6 اوم، فهتعيد نفس اللعبه تاني، هتجيب الار ايكوفلنت والار توتال نفس الحدوته. طب هنا بقى عكس الدنيا شويه، قال لك هات الريزيستنس نفسها، هات الار ديت، مديك بقى المره دي الاي توتال. بص الاي اللي هي 0.25 دي داخله على الباتري، فدي الاي توتال اصلا. برضه هجيب ار كوفلنت من الاي توتال والفي بي، تقدر تجيب ار كوفلنت. يعني بصوا اللقطه دي، بصوا اللقطه دي يا شباب، دلوقتي عارف ان الاي توتال في بي على ار كوفلنت بلس الانترنال. انت دلوقتي عشان تجيب ار كوفلنت مش الاي توتال معاك ب 0.25 والفي بي ب 12 صح؟ يبقى كده تقدر تحسب ار كوفلنت ولا الانترنال جابش 3 خلاص.
كده نقدر نحسبها، هنحسب الار ايكوفالنت ونطلع منها الار الانون، يعني بالحسبه دي نطلع الار ايكوفالنت 48. ار ايكوفالنت تطلع 48. طب ال 48 دي بقى نفكها، بمعنى ان احنا ال 48 دي جواها ايه؟ السيركت عباره عن ايه؟ عباره عن مين سيريز ومين بارلل. لو لاحظت الاثنين دول بارلل اللي هيطلع سيريس مع دي وسيريس مع دي، يعني 2.5 في 3.2 على 2.5 بلس 3.2، الكلام ده بلس الريزيستنس اللي احنا عايزينها بلس ال 2.2، كده الأنون الوحيد مين؟ الار. هي الجبايه كانت بسيطه، يبقى نجيب الار منين؟ من الار ايكوفلنت. اي ار ايكوفلنت نجيبها من ار ايكوفلنت بشرط يكون معانا اي توتال. طيب هنا برضو انا عايز الاي اللي ماشيه في ال 14 اوم، الحدوته نعيد ونزيد نفس الحدوته، يعني كل الافكار بنفس النمط، كل الافكار بنفس النمط، نجيب ار ايكوفلنت وبعدين اي توتال وبعدين اقسم الاي على حسب 2 ولا 3. بالتوفيق يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا معاكم موديل ستيبس، ولو في مسألة معصلجة معاك ابعتها على الجروب. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.